على الاخت ديالو ما نقولش لكم شنو كاين ولا حتى شي حاجه. المهم خويا مؤخرا ما بقاش عنده الفلوس مع وقف الخدمه وقعوا ليه مشاكل ولا كيخربق في الدواء حيت هو كياخذ دواء ديال الامراض النفسيه وديجا كان مرض شحال هذه بسبب كانوا مشاو ليه اموال وداك الشيء ومرض لينا نفسيا. مؤخرا ما عرفتش شنو طرا ليه خربق شي دوايات ولا كيوقع ليه تهيؤات حيت حنا كنا ديجا عشنا واحد البيريود ديال الارهاب كانوا فرقعوا حدانا في واحد المكان حدانا بلا ما نذكر الاسم ديالو بقى متاثر من داك الشيء وقعوا لي تهيؤات بلي غيجيو يفرقعونا وهادي وداك الشيء اللي طرا صافي حتى جاوا لي تهيؤات بقى كيعيط للبوليس كيقول لهم راه فوالا شنو كيقولوا لقاو عنده القران في الطوموبيل ديالو كيقرا القران وكيصلي وكل شيء فهمتي غير دابا يا خربق الدواء وقع ليه داك الشيء اما هو راه نورمال وقع ليه داك التخربيق في الدواء وما عرفتش اش من الطبيب بدل الطبيب مشى عند طبيب نفسي واحد اخر وبقى كيخربق عليه صافي حتى السيد ولا واحد اخر عاوتاني بحال عنده لا سكيزوفرين. ما عادش حاطه الطوموبيلات ما عادش حاطه ما عرفتش حيت حنا ما كنا يعني بات عندكم الباه كانت باه الطوموبيل باه ما عرفتش ما عندي حتى شي معلومه حيت هو كان مسافر السيارة ديالو غير عافاكم ضربوا لي وجهي من بعد السيارة ديالو واحد السؤال يعني ربما الأخ ديالك يعني كيمر بحالة صحية عادية ولا يعني متأثر نفسيا ولا كيعيش مثلا لا مؤخرا تأثر نفسيا عنده شي مشاكل وضغوطات صافي ولا كيتهيئ ليه صافي هذا الشيء اللي وقع وقال اش قال لكم انتم البارح؟ حيت كيسمع قال لك شي شوشارة هنايا كاين شي حد باغي يجي فرقع سميتو عيسى وما عرفت شنو داك الشيء صافي ولا عنده داك التهيؤات وداك الافكار السلبيه. واش عنده شي صوابق الاخ ديالك؟ لا ما عنده حتى شي صوابق. كيفاش كيصرف معاكم في الدار انت يا اختي؟ لا قلت لك نورمال عادي غير فاش كي المشكله ديال الدوايات كيبقى يخربق في الدوايات ما كيكونترولي حتى شي واحد في الدار حيت الوالده هي انا مريضه. يعني السياره ما فيها لا موته في الجيران؟ لا ما فيها حتى شي حاجه من داك الشيء. هو يا غير كان كيتهيئ ليه وصافي. شكرا. دابا تقريبا شي 43 عام. شكرا اختي شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، تابعوا الدار على